نسيم؟ شو هالمفاجأة الحلوة؟ رح اغبى عن الوعي. عم تتلقمن معلم زاك؟ قديش صار لك ما طليت علي؟ اشتقت لك. وأنا كمان. عود جوهان لف لك سندويشي؟ لا 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 مغدى، بس عبالي فنجان قهوة. وديع عملنا قهوة. أوكي معلم تكرم عينك. شو؟ بعد ناطينك تحدد لنا موعد مع أهلها لمايا. يلا قريبا. شو بيك؟ مغير فكرك؟ لا أبدا، بس مش عم بقدر أخذ قرار بتحديد الموعد. ما عليه، خذ وقتك، طبيعي إنك تتردد بيك قرار. ما هون المشكلة، ما معي وقت، سفارة مشكلة. تأجل سفارة، هيك قرار ما بيتاخد تحت الضغط. صارت مأجلته ثلاث مرات، ما بدها تخسر شغلها. رح تترك شغلها بكل الأحوال إذا تجوزنا، مشان هيك بدها تتأكد إنه ما رح تتركه بعدين يصير شيء وما نتجوز. طيب أنت ليه متردد؟ ما بعرف، مش عم بقدر حدد شعوري، في شيء عم بيمنعني ما بعرف شو هو. على كل حال دبي مش بعيدة، وانت صار لك زمان ما زرتها. وقت تقرر، إذا قررت، القصة رسمي لها تيكت سفر. كنت عارف انه ما حدا غيرك رح يريحني. وين صارت القهوة يا وديع؟ يلا طيران معلم. هاي مايا. بونجور. كيفك؟ مش منيحة ابدا. ليه شو بكي؟ لا طلب موعد من أهلي ولا قال لي أنه جاي يحكي فيه ولا معه خبر هالموضوع. غريب، مع أنه سامي قالت لي بعدمة لسانة أنه طلب منه من عمه حضروا حاله ليروحوا يطلبوكي. لكن غير رأيه. ليه بده غير رأيه؟ تخنقته؟ أبدا بالعكس، منسجمين آخر انسجام. إمتى مسافرة؟ الجمعة بعد 3 أيام. شو ناطر تضب الشنط تيجي يطلبني؟ ما بعرف شو بدي أقلك. هلأ بحكي مع سامية بشوف شو رجع قلا. أوكي ميرسي. بحكي؟ لا ما بدي أحكي، خلو هو يحكيني. طب فيك تفهمني شو بيك؟ بديك تروقي علي شوي وتستوعبي شو بدي لك. اوكي؟ اوكي. اتخانقت مع مديري. ليه؟ لأنه فكر حاله الوحيد المهضوم والذكي والفهمان والشغيل. دخلك مش وزيته هيدا المدير القليل اللي عنه خفيف الدم ومتواضع وعاجبه شغلك كتير؟ وتغير وما بقى عاجبه العجبوسة معه لدرجة إنه هددني إنه يشحطني. ليش شو عملت؟ أكيد ما هددك بدون سبب. عم بقلك صار شايف حاله ما بيعجبه شغل حدا. إنه شو يعني عم بهدد بطرد جماعة ولا عم بهددك أنت؟ ولك أنت وأسئلتك، ما كل الموظفين ونص وسكرتيرة. نتيجة، تخلقت مع مديرك وبعدين؟ هيني. النتيجة؟ عم بقلك هيني، شو بدك إياها تكون النتيجة؟ وبدك تترك؟ شو بعمل؟ كون دبلوماسي وسيره للزلم وخليك بشغلك. وكرامتي؟ أكيد هددك بالشحط لأنك قصرت بشغلك
وعدوا انك رح ترجع تجتهد وتركز من جديد وافتحوا صفحه جديده. سوري بس مش حتى انت تكوني مبسوطه انا رح حين كرامتي، رح اقدم استقالتي. دائما بتعمل زيت الشيء، صرت يا مطرود يا مستقيل من شي 10 وظايف بظرف 5 سنين، مش معقول يكونوا كل الناس يعني غلطانين وانت الوحيد معك حق. يي اكيد انت تطوق منا. على بالك انت رح ضلك رايقه وتستوعبي حكي. ولك لي 7 سنين بستوعب وبستوعب تنت فخت. ليكي وصلي معي لهون مش مستعد اسمع ولا كلمة منك. ولك انا ماني بقى مستعدة اتحمل تصرفاتك، انت واحد اناني وتنبل وما بتحمل مسؤولية. ولك انا تعبت منك، تعبت تعبت ولا تعبت؟ ومش بس تعبت، زهقت، ايه والله زهقت، خلص خلص حل عني ما بقى بدي اياه. كنت عارف رح تقولي هيدا الشيء، مش هيك انا فينن وماني راجع. فين؟ فين 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 فين؟ شو عم تعملي؟ هيدا حجاب باعت لك ياه الشيخ، لازم تضل حاطه عطول، ما بتشيله إلا وقت الحمام. شو بيعمل هيدا؟ بيحميك من العين والحسد والأرواح الشريرة اللي بعتت لك ياها زويا لتأذيك. وشو بدها مني الأرواح الشريرة؟ ليه بدها تأذيني؟ شو عملت لها؟ مش ضروري تكون عامل لها شي تتأذيك، ما هي شريرة وبتغار من كل الشباب المميزين والناجحين. اوعى تشيله يا امي دخيلك، خلي بالي مرتاح. حاضر. Thank you.
حابة تحكي؟ إذا حاسة إنك بحاجة تحكي بأي وقت ما تترددي إنك تحكيني. ميرسي. وين رياض؟ ما بعرف ولا بهمني أعرف وينه. بليز ما تتأخر كرمالي، أكيد رايحة تزورها لمايا. سلم لعليها وبليز ما تقلها إنك شفتني بهذه الحالة. إذا بدك ببقى معك. لا معلش ميرسي، أصلا أنا كثير تعبانة وبدي أطلع نام. بشك إنك تقدر تنامي، بس على كل حال جربي وما تنسي فيك تحكيني ساعة اللي بدك. ميرسي. بحكيكي بكره. ما رح تقلي شو بيك؟ قلت لك ما في شيء مهم. وليه رددني بكير على البيت؟ تعبان امبارح مش نايم كل الليل. وليه كنت سرحان وساكت اغلب الوقت؟ راسي عم بشتغل بمليون شغله. وهالمليون شغله خلقوا الليله؟ ما كانوا امبارح واول امبارح واللي قبله واللي قبله براسك؟ ايه بيني لي وجهك التاني. بلشي طلعيهم، الحشرية والأسئلة والنق والتعليق على ذات الموضوع. اوكي رح اسكت. جود نايت. جود نايت. شفت انه منك طبيعي الليلة، حتى بوسي ما طلبت. شو مزعج هالحجاب؟ بشك وبعقص وبحكيك. دقيت نص دقة وسكرت، قلت إذا نايمة ما بوعيكي. شفت أوضة ببيتكم مضواية، تخيلت إنها أوضتك. لا ما زعجتني، ماني واية ومزبوط هيدي أوضتي المضواية، بس أنا قاعدة على البلكون. بلكون لمايلة جوا؟ إيه يعني بالعتمة؟ إيه بالعتمة، شايفني؟ أنا تحت على الطريق. شايفتك عم تطلع عليك. هاي بطلع لعندك بهالوقت؟ لا أبدا طلع.
عيش مي شافك. حسيت اني زعجتك فضلت ابعد. لازم نترك انا ورياض حتى تسال عني. تركت انت ورياض؟ تركنا انا ورياض. تركته ومتخانقين؟ لو كنا متخانقين كنت شفتني عم ببكي. عوادين عن خناقات صارت خبزنا اليومي. ما حدا من اصحابنا رح يتفاجئ، كلهم متوقعين انه نترك. صاحبتي بتضل بتقلي مثل اللي ظاهره مع ابنه، انت كبرتي وانضجتي وهو ضل كانه باول سنه جامعه. وانا كمان ماني متفاجئه، كنت متوقعه انه نترك. بس كنت اجلها، اجلتها سنتين. كنت دايما اقول لحالي اعطيه بعد فرصه، اعطيه بعد فرصه. انا كنت امله الوحيد حتى يعمل شيء بحياته ويتحمل المسؤوليه. حسيت من اللي عم تقوليه انه اخر فتره بقيتي معه كرماله، مش لانك بتحبيه. صراحه ما بعرف، كان اللي بعرفه انها تعبت. بدي شويه وقت ومسافه حتى اعرف اذا بعدني بحبه او اللي بحسه تجاهه مجرد عاطف مش اكتر. اول مره بتتركه؟ كثير بنتخانق، بس هيدي اول مره بكون مقتنعه انه علاقتنا ماتت. ما بقى عم تتطور، فتنا بالروتين، كأنه إلنا 10 سنين مجوزين. إذا هلأ هيك شو تركنا لبعد ما يكون إلنا 10 سنين مجوزين؟ زعلانة كتير؟ كل النهايات بتزعل. أنا ورياض عشرة عمر، كان لازم نحتفل باليوبيل. شو اسمه اليوبيل اللي بيحتفلوا فيه بعد 10 سنين؟ إذا اليوبيل الذهبي لـ50 سنة واليوبيل الفضي لـ25 بيبقى لكم يوبيل تنك. بزيادة علينا، أصلا علاقتنا ما كانت بتستحق أكتر من هيك. نعمة ما بها شي. مين؟ مين؟ ولو بتشوف شو مهضومة ونكجية. كل يوم قبل البونجور بتخبرني نكتة وبعد البونجور نكتة. سمع هالنكتة اللي خبرتني إياها. قال واحد قال واحد وما بتخبر نكت زعرني ابدا. البنت مأدبه ومحتشمه بس بتحب المرح احسن من النسوان النكدين. ايه اكيد، بس بعد ما خبرتني النكته
مش معقول ما أهضمها. وصارت سوبرفايزر معاشة 1.5 مليون ليرة. والله. طيب وهي فرجيتها صورتي؟ ايه هي ما بهمها الشكل، بهمها الاخلاق والرواق. وانا قلت لها من هالناحية تحط ايدها بمي باردة. شكرا تحكي باصلك. ايمتى فيني اشوفها؟ رح اعطيك رقم تليفونها وانتو نسقوا مع بعضكم. لا بفضل اول الاجتماع يكون عندك بالمكتب تنكسر الجليد، ماني معود على هيك موعد، وكل ما كان الموعد قريب كل ما يكون احسن. ايه يلا ان شاء الله خير، بحكيها وبعلمك. يلا يلا سويني وبسلم عليه. أهلا وسهلا، شرفت. قالب ليلة شتي وبرد بالزيقة دقت عباب رجال، فتح له قالت له عمو فيني اتخبى عندك من الشتي؟ قال له حلي عني يا، وفقع على بطال. بعد 3 سنين بتدق البزيقة عالباب، بيفتح لزيت الزلمة، قالت له طيب ليه عمو؟ هاي طلطميس، مع انه انا فهمت من اول مرة. شو هالمصيبة هاي؟ سامية كيفك اليوم؟ مثل امبارح. ايه حددنا سي موعد؟ لا بعد ما بعرف شو ناطر. فكرت بالموضوع؟ اي موضوع؟ صاحبتك شو اسمها؟ نورا؟ ايه ما عندي مانع تاخدي لي موعد منها. مين بيعرف كيف بيجي النصيب؟ هلا بحكيها وبشوف ايمتى فيها تستقبلنا. عشان تروحي معي. اكيد. دي على قطف الهوفر. وشك بخوف، الهيئة في مشكلة. هيئتها أكبر من مشكلة، هيئتها مصيبة. حسب كيف بدك تعتبرها، فيها تكون مصيبة وفيها تكون مشكلة صغيرة. شو القصة متوقفة على شو أنا بدي أعتبرها؟ بتهمني وجهة نظرك، أنت على طول بتهين علي. لا، أنت عم تساومني لهون لك إياها، كأنك عم تحط لي جواب بتمي وتقول لي بليز هون علي. هيك شيء. بعمل جهدي، شوط. غيرت رأيي. ما بدك بقى هين عليك؟ ما بقى بدي أتجوز مايا. حقك. بعدنا على البر. بس ليه؟
هيدا السؤال اللي كنت خايف منه. ما في سبب؟ مش قادر أعمل هالخطوة. بتعجبني البنت، بتجنن، بس مش حاسس إنه هيدي المرة اللي بقدر أقضي حياتي معها. برتاح لها، بتسلى معها، بس ما بحبها. نظرياً هي المرة الحلم، بس تنجع على التطبيق. هيدا قرار مستجد، وإلا ما كنت طلبت مني أنا وخيلتك نستعد لنروح نطلبها من أهلها. لأنه حسيت إنه هيدا اللي لازم ينعمل. من بعد ما ضيعت وقتها معي وأجلت سفرها 3 مرات كرمالي وتعلقت فيي، وفكرت هالمرة أتزوج زواج عاقل بركي بينجح. بس كل ما أجي إلا حددي موعد مع أهلك ليجوا خالتي وعمي يعملوا لكم زيارة، ما قادر. ما تطلع الكلمة من تمي، ينربط لساني. قول خليني أجلها لبكرة. وكل ما أقرب موعد سفرها وحس إنه ما عاد عندي عذر منطقي للتأجيل يزيد الخوف جواتي. بالآخر صرت حاسس إني عم اتجوزها بس لأني مجبور. لا عمي، منك مجبور. تعرفت على البنت بنية طيبة، ظهرت معه وعشرتها ليتعرفوا على بعضكم، وما مشي الحال. ما رح تكونوا لا أول اثنين ولا آخر اثنين ما بيتفقوا. بس هي تعلقت فيي. نصيبة. ممكن تكون أنت تعلقت فيها وما بدلتك شعورها. بهينت لك إياها تهين عليك، بس هي هينة. بس صراحة للبنت ما بقى تضيع لوقتها. تفضل. بونجور مسيو عدنان. بونجور. 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 ما في لزوم نتعرف على بعض، بعرف اسمك وبتعرف اسمي. صح. تفضلي. ما ألزكم لابقين لبعضكم. الحقيقة دموازيل أجمل من الصورة. مرسي. وانت كمان. مرسي. شو آخر نكتة؟ هيك على الوصلة؟ هلأ مسيو ملحم بفكر إني مهروقة. لا لا، مخبره عن هضمنتي حتى خبرته نكت اللي خبرتيني إياها آخر مرة. مي 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 وما فهمها. فهمتها، بس أنت اللي ما بتعرف تخبر نكت، كل كلمة وراها ضحكة. إيه معك حق، أنا عاطل بتخبير النكت. رولا أشطر. يلا رولا. واحد محشش قال لصاحبته تعالي عندي الليلة على البيت، ما في حدا. راحت دقت على الباب، ما حدا فتح لها لأن ما في حدا. طول بالك بعد ما خلصت. أنا رح أطلب لكم قهوة. بالبيت.
بتعرفي كثير نكت؟ انه نزهق اوقات بالمعمل ونصير نخبر بعضنا نكت لنتسلى ونمرق الوقت. انت خياطة؟ انا بطرز. حلو، يعني فستان عرسك اكيد رح يكون مطرز. ايه ان شاء الله. اذا لحقت، بتعرف الواحد بيكون عنده ألف شغلة والتطريز بياخد وقت. معلمتي بتقلي حتى لو بدك تتزوجي اوعى تفكري رح اعطيكي اكثر من جمعة فرصة، لانه الشغل كثير وما بتقدر تستغني عني. هالقد شاطرة؟ بكل تواضع. نعم. الحمد لله مش هي. ألو. إيه أهلا أهلا. لا مش ناسيك، بس ما بتصدق يا أستاذ حارس محفوظ قديش صبيع الجرين الحلوين نادرين لوجود. حلو كتير مكتبك، مرتب ونظيف. هيدي شهادة بعتز فيها. دلال حابة تستفسر عن شروط التعامل معك. دلال صديقتي، بنت بيت وأستاذة ثانوي وأخلاق حلوة. تشرفنا ست دلال. ولو جاي معك وبدنا نحط عليها شروط اللي انت بتفصليه يا ست سامية نحنا بنلبسه. تسلمي، بس بتكون تسيروها شوي بالسعر. بعدين بدي تدبري لها رجال بيستحقها وبيعرف قيمتها. بتعرف زاك؟ زاك؟ لا ما بتعرفه. ليه عم تسألي؟ شو رأيك نعرف عليه؟ اه؟ ما بعرف، ما خطر هالشي عبالي. شو فيقك عليه؟ ما بعرف، هيك اجاني الهام. مين زاك؟ عمو لنسيم، يمكن بتفضل رجال اعزب. ليه هو مجوز؟ لا مطلق. وعنده اولاد؟ بس اولاده عايشين مع امهم باستراليا. ما عندي مانع، شو بيشتغل؟ سامية عم تحكيكي. شو؟ شو قلتي؟ سألتك شو بيشتغل؟ منه متعلم. صحيح منه فايت على جامعة، بس رجال لذيذ كتير ومهضوم وجذاب ومرتب. مش كتير مرتب. تركيا هي تحكم عليه. الدنيا أذواق. بعدين لو صاحبتك ممكن اللي بيعجبها ما يعجبك. زاك عنده سناك وشغله ماشي كتير منيح. دخلك ليه ما بتاخديها هلا وبتروح بتتغدوا هوني؟ شو؟ أنا آكل عنده؟ لك إنه مش تتغدوا، اشربوا عصير، اشربوا قهوة، مش هذا المهم، المهم تتعرف عليه. وإذا ما عجبها أو عجبته وممكن تواجه هذا الاحتمال، ساعتها بنحدد موعد تاني وبعرفها على غير رجال. قلي شو بيك؟ أنت مغير. في شي براسك يا ريت بتقلي شو هو. خلينا نقعد. أول شي وعديني إنه ما بتزعلي مني. أنا أزعل منك؟ أكيد لا. لو شو مكان اللي رح أقلك إياه؟ مستحيل أزعل منك. مايا، نحن ما رح فينا نكمل سوا.
بعرف انه هالشي فاجئك. كل الظروف والاجواء كانت توحي انه رح نرتبط، بس في شي وقفني. شو هو؟ جوابي رح يجرحك، واخر شي بفكر فيه هو انه يجرحك، بس انت بتستحقي اني اكون صادق معك. اي بليز. ما قدرت حبك، تعجبيني كتير، بقدرك وبحترمك وبستهضمك كتير، بس ما قدرت حبك. كان بدي، جربت أنا حالي، لأنه ما كان بدي أخسرك. بنت مثلك حرام تنخسر، بس ما قدرت حبي. إجا وقت فكرت تطلبني من أهلي، خالتك قالت لها لنورا. مش مزبوط، ما فكرت تتجوزني. زواج عقل، لأنه ما كان بدي أخسرك. إيه شو هو زواج العقل؟ بيقولوا بضاين أكتر من زواج الحب. شفت اللي ما كان بدي أخسرك؟ We'll be right back.